أخبار اليوم. ومن داخل الماراثون تقابلنا مع سيادة العميد ربيع عبد الموجود رئيس حي خليج نعمة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، شرفتوني. حضرتك كلمنا عن من بداية الماراثون، بدأته إزاي، جهزتوا له إزاي، هل قابلتكم عقوبات أو وتم تذليلها إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنرحب بيكم طبعا في مدينة سلام، مدينة شرم الشيخ. والبطولة دي مش أول بطولة، دي السنة الثانية على التوالي، يعني احنا كنا مستضافين برضو بطولة التراسل نفس البطولة السنة اللي فاتت، بس كانت 13 دولة. النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني ايه بقينا 36 دولة. بالنسبة للمعوقات، وانت بتعمل ماراثون دولي او افريقيا عربي في خليج نعمة، ده مش عايز اقول لك، هو مبدئيا تنشيط سياحة، ده رقم واحد. بنقول للناس تعالوا شوفوا 36 دولة عندنا موجودين في خليج نعمة، يعني شرم الشيخ امان، ده نمبر 1. الحاجة التانية بقى بالنسبة للمعوقات، احنا ما عندناش معوقات اصلا، احنا بنتغلب على جميع المعوقات. ازاي يا فندم؟ احنا عملنا، وحضراتكم فاكرين طبعا المؤتمر العالمي، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، عملنا مؤتمر الكوميس، لسه يعني هي مدينة شرم الشيخ بقت مدينة المؤتمرات، فاحنا تعودنا. معانا بقى المرور، معانا البحث الجنائي، معانا المرافق، معانا الاسعاف، مع المسطحات، كل الناس معانا. بنجتاز كل الصعوبات، ما عندناش مستحيل، علشان نرتقي بمدينتنا، وعشان نبعت رساله للعالم كله ان مدينه شرم الشيخ امنه. تجهيز الماراثون اكيد كان ليه ضغط عليكم، كلمنا عنه اصلا. طبعا احنا قعدنا نجهز المكان اللي هنقيم فيه البطوله اسبوع ما بننامش. معانا الناس المشرفه على الاعداد بتاع الاعداد الجيد، اللي بنسميه اعداد جيد للبطوله، المشرفين القائمين على الشغل، العمال اللي موجودين على الشغل معاهم، طبعا ما بيتسابوش لوحدهم، معاهم المباحث، معاهم المرور، معاهم الاسعاف، معاهم المسطحات، معاهم رئيس الحي. انا شخصيا ما كنتش بمشي واسيبهم، يعني انا شخصيا كنت بقعد معاهم من 8 صباحا لغاية يمكن واحدة بالليل و12 بالليل، عشان تشوفوا الشكل الإبداعي اللي انتوا شايفينه ده، إذا كان على البحر، إذا كان على الممشى، إذا كان في داخل خليج نعمة. وزي ما حضرتك شايف، شوف الموانع اللي احنا عاملينها والترتيبات اللي احنا عاملينها، وبره في شارع السلام كمان، اطلع شوف شارع السلام من بره عامل ازاي. يعني اما تمشي مسافة 6 كيلو او 7 كيلو، متسيطر عليهم امنيا، متسيطر عليهم مروريا، متسيطر عليهم كمان يعني عايز اقول لك، الناس نفسها اللي موجودة في شرم الشيخ بتتمنى حاجة زي كده، فعشان كده بتتفاعل، بتتعاون، محدش بيقول لك انتم مغيرين المسار ليه، محدش بيقول حد زعلان، لان هي مدينة السلام عايزينها تبقى كده، عايزين الناس كلها تشوفها مدينة راقية. احنا كنا مدينة السلام دي، مدينة شرم الشيخ دي كانت نمبر 3 على مستوى العالم كمدينة سياحية، احنا عايزين نحطها تاني على نفس الخريطة، عايزين نحطها تاني على نفس الشكل اللي احنا بنشوفه كلنا ومحب لبلدنا. بنعمل عليه، بتقول لنا بتناموا قد ايه في اليوم، نقول لك ممكن ما ننامش، ممكن نطبق يومين او ثلاثة، في ظل ان احنا نرتقي بالمدينة ونقول للعالم كله دي مدينة شرم الشيخ. هل يوجد اشغالات عند حضرتك في الحي؟ لا، هو بص انا هقول لحضرتك على حاجه. شرم الشيخ بتتميز ان كل الناس اللي موجوده فيها بتتعاون مع المسؤول. بتتعاون مع المسؤول ازاي؟ احنا بنقول في الاول ان دي مدينه سياحيه. يعني سواء جاي لك ناس بقى من بره، من جوه، من العرب، الاشقاء، لازم نظهر بمظهر حضاري. ما ينفعش شرم الشيخ ما يبقاش فيها منظر حضاري. فكل الناس ملتزمه، كل الناس بتسمع الاوامر وبتسمع التعليمات وبتتعاون بشكل ايجابي جدا. احنا كل اللي عايزينه حاجه واحده بس، ان السياحه ترجع، مش طالبين اكتر من كده. حضرتك شايف ان السياحه ترجع ازاي في ظل ان انتوا ملتزمين جدا بجميع القواعد واللوائح والنظام؟ السياحه ترجع، ده شغال عليها السياسه بتاعت البلد، اذا كان من السيد رئيس الجمهورية نفسه، إذا كان من وزير السياحة، إذا كان من وزير التنمية المحلية، إذا كان من وزير الاستثمار، المحافظ جنوب سيناء اللي هو خالد فودة، الداخلية طبعا، ده شيء أساسي. ما هو أنت عندك أمن وأمان، عندك كل حاجة بقى، عندك استثمار، عندك سياحة، عندك كل حاجة، الأمن. لكن أنا بتكلم كعودة السياحة، عودة السياحة ده ملف سياسي وملف كبير، والهيئة السياسية العليا للبلد على أعلى مستوى شغال عليه. إنما إحنا دلوقتي بنقول بنكلم السياحة العربية،
بنكلم اشقائنا العرب، بنكلم ولادنا واخواتنا المصريين اللي يجوا اجازه نهايه العام الدراسي جايه هي داخله علينا، عندنا اعياد الربيع، عندنا شم النسيم، يعني هيعملوا عايزينهم يعملوا غزو لمدينه شرم الشيخ، غزو يغزو مدينه شرم الشيخ، واحنا معاهم، احنا معاهم 24 ساعه هيجوا. انا عايز اقول لك ان في ايام السياحه ما كانت شغاله، المشايه اللي انت واقف عليها دي كان بيبقى عليها مثلا بال 40 50 الف، وما كنتش تمشي تلاقي فيها عقب سجاره في الشارع. في نظام والتزام، شغالين، في خوف على المكان طبعا، وامنيا، يعني انت تخيل مشايه زي دي اما يبقى فيها 10000 او 15 او 20000، امنيا بتامنهم ازاي؟ داخل جوه المشايه البحث الجنائي موجود، المباحث موجوده، المرافق موجوده، وكله لابس مدني وعايش في وسط الناس. لو واحد كاميرات، لو بصيت في شوارع شرم الشيخ كلها وفي خليج نعمه، كل شبر في خليج نعمه متغطي بكاميرات، وده يؤدي لعدم حدوث الحوادث. لو حدث في اقل من 10 دقائق بيكون مقبوض عليه، وكررت كتير، وياما سياح بيقولوا احنا ضاع مننا في المكان الفلاني. نراجع الشرايط وكل حاجه وبنجيب الحاجه. فالحمد لله احنا امنيا مسيطرين. تجميل بنجمل خليج نعمه على طول، ويمكن انتوا مشيتوا فيه وشايفين. وعندنا برضو بنحاول نطور الشوارع، بنحاول ان احنا نعمل الخط الثاني للصرف الصحي، بنحاول نجمل الطرق الخارجيه. امشي كده في شارع السلام من بره من المطار لغايه اخر شارع السلام، تحس انك انت في اوروبا. فالحمد لله ربنا يوفقنا. احنا كل اللي بنأمله من ربنا سبحانه وتعالى عودة السياحة، اجلا ام عاجلا هترجع السياحة ان شاء الله، ومصر لن ترقع. تحيا مصر، سعدنا بلقائك يا فندم. انا كمان سعيد بيكم واهلا بيكم، وتشرفونا في اي وقت، ومش لازم يكون في بطولة علشان حضراتكم تجولنا، تعالونا في اي وقت، تعالونا في المواسم، تعالونا في الاعياد، تعالونا بقى ما السياحة ترجع، تعالونا في شم النسيم. احنا عندنا هنقيم حفلات كبيرة جدا في شم النسيم، احنا عندنا من 20 ل 25 عندنا مهرجان كبير قوي في معمول في جنينه سيتي على مدار 5 ايام في خليج نعمه. اول يوم هيبقى في حفل روسي، ثاني يوم هيبقى في تكريم للسفراء النوايا الحسنه، ثالث يوم تكريم لحرب اكتوبر، ابطال حرب اكتوبر وتحرير سيناء. عندنا حاجات كتيره جدا، نعتبره انفراد ده. طبعا 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 طبعا، وتشرفونا في اي وقت، تحت امركم، واهلا وسهلا. العفو يا فندم، العفو، تحت امرك، تحت امرك، تفضل.